السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا يعني هذا ترانزستور موسفلت ار اف زد 44. عندنا هنا الجيت درين ولا سوس. عندنا هنا باتري 12 فولت، البليس ديالو غيمشي مع البليس ديال ستري بليت 12 فولت، يعني هاد لوحة الليدات. البليس ديال 12 فولت غيمشي مع ستري بليت، ونموه ديال هاد البطارية يعني الباتري غيمشي مع لا سورس. من لا سورس غيمشي ريزيستونس 82 كيلو اوم، يعني 82 اوم. ومن هنايا غيمشي لهاد باتش بوتون، يعني زر التشغيل. ومن هنايا غيتلاقى واحد الخيط مع هاد باتش بوتون الاخر، ومن هنايا غيخرج خيط وغيمشي لهاد ريزيستونس 4 فاصلة ميجا اوم. ميجا اوم. ومن هنايا من هاد ريزيستونس غيمشي للجيت، ومن الجيت البليس ديال الكاباسيتور 0.68 ميكرو فاراد 450 فولت، يعني المكتف. والموان ديالها اللي هو البوزيتيف ديال الموان ديالها غيمشي لهنا الفوق ديال هاد سميتها، غيمشي لهاد الفوق ديال هاد ترانزستور موزفلت ار اف زد 44. ومن هنا غيخرج واحد الخيط من هاد الباتش بوتون، غيمشي ريزيستونس 82 كيلو اوم، يعني من هنايا مشي ريزيستونس الاخرى 82 كيلو اوم. من هنا غيمشي الراس، هنا غيتسودا خيط ديال الترانزستور موزفلت، والموه ديال هاد ستريب ليد لوحة الليدات غيمشي للدرين. غنعاود عاود تاني، قلنا الفاز قلنا 12 فولت بليس ديالها غيمشي مع بليس ديال لوحة الليدات ستريب ليد 12 فولت 12 فولت. والموه ديال هاد الباطي غيجي غيمشي السورس، ومن السورس غيجي ريزيستون 82 كيلو اوم مقاومة. من هنا غيمشي لهاد باتش بوطون باتش بوطون الاول، ومن باتش بوطون هاد الاول من هنايا غيجي خيط وغيمشي لباتش بوطون الثاني، ومن هنايا غيمشي لهاد ريزيستونس ريزيستونس 4.7 ميجا اوم، يعني 4 ميجا اوم مقاومة. من هنا غيمشي للجيت، ومن الجيت غيمشي للبليس ديال كاباسيتور 0.68 ميكرو فاراد 450 فولت، والموان ديالها غيجي ديال الكاباسيتور غيجي لهنا الفوق ديال هاد سميتها. ومن هنا غيخرج واحد الخيط من هاد باتش بوطون هادي، شتا غيجي الريزيستونس الثانية 82 كيلو اوم. من هنايا غيخرج خيط من الريزيستونس غيمشي لهاد سميتها هاد الفوق ديال موزفلت، و الموان ديال ستريب ليد لوحة الليدات غيخرج منها خيط غيمشي للدرين. هما دا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. يعني هاد هنا وركتي هنا ولا وركتي هنا غنشعلو هاد الليدات هادو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير.